السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن نعود مرة أخرى في فيديو جديد، وهذه المرة عن شركة لم نتحدث عنها كثيرا وهي موتورولا. إذن كما تعلمون موتورولا هي شركة عريقة جدا في مجال الهواتف المحمولة، ربما كانت هي الأولى في هذا المجال قبل أن يختفي اسمها وتستحوذ عليها شركة لينوفو الصينية. إذن نبدأ مع هاتف الموتورولا إيدج أس من سلسلة الإيدج، ومباشرة مع وصفات الهاتف. إذن الهاتف تم تسويقه شهر فبراير 2021. الهاتف يدعم شبكة الجيل الخامس، أبعاد الهاتف 168.4 إلى 74 مع سمك 9.7 ملم، وزن الهاتف 215 جرام. الهاتف يدعم شريحات الاتصال مع معيار حماية IP52 أي ضد الرذاذ. شاشة الهاتف من نوع IPS LCD تدعم التردد 90 هرتز مع الـ HDR10 و 560 نتس. حجم الشاشة هو 6.5 إنش مع استحواذ الشاشة للواجهة 84.1%. أما دقة الشاشة فهي الفول HD بتناسب 21 إلى 9، وكثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش. نظام التشغيل هو أندرويد 11 مع معالج كوالكوم سناب دراجون 870 5G بتكنولوجيا 7 نانومتر. المعالج الرسومي هو أدرينو 650. طبعا الهاتف يدعم المدخل شريحة الميكرو SDXC مع ذاكرة داخلية بحجم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام، أو 128 مع 8 جيجا بايت رام، أو 256 مع 8 جيجا بايت. الذاكرة من نوع UFS 3.1. فيما يخص الكاميرا فهي رباعية، الأساسية 64 ميجا بيكسل، الثانية 16 ميجا بيكسل إلترا وايد بزاوية 121 درجة، الثالثة 2 ميجا بيكسل للديبث، والرابعة عبارة عن سنسر توف 3D مع فلاش ثنائي وتصوير 6K ب 30 FPS أو 4K مع 60 FPS. أما الكاميرا الأمامية فهي ثنائية، الأولى 16 ميجا بيكسل والثانية 8 ميجا بيكسل بزاوية 100 درجة مع دعم HDR وتصوير الفول HD 30 إطار في الثانية. الهاتف يدعم مدخل الهيدفون جاك مع اللود سبيكر، واي فاي، البلوتوث الجيل الخامس، GPS ولا نفسي، وطبعا مدخل التايب سي الجيل الثاني مع دعم OTG. أما فيما يخص قارئ البصمة فهو في زر الباور. أما فيما يخص البطارية فهي ضخمة 5000 ملي أمبير مع دعم شحن سريع يصل إلى غاية 20 واط. طبعا كما تلاحظون في الفيديو يمكن إبراز محتويات الهاتف مباشرة مع الأجهزة الذكية. إذن ألوان الهاتف تأتي بلونين الأزرق والفضي. أما سعر الهاتف لأقل نسخة فهو 250 أورو حسب موقع GSM أرينا. إذن كان هذا كل شيء عن الهاتف الرائد لشركة موتورولا، وهو الموتورولا إيدج أس. كان هذا كل شيء عن هذا الهاتف، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، اكتبوا لنا تعليق لتشجيعنا ودعمنا. سلام.